أنا قدرت أستحمل عذاب نفسي لما طوعت إحساسي وحبيتك وجريت وراكي، لكن مش هقدر أستحمله عذاب ضميري بتخلى عن مبادئي، بتخلى عن أعز أصحابي. أنت حقيرة حقيرة حقيرة. دي مش طريقة تفاهم. شيلوها حالا وإلا هصور لكم عتيق. قلت لك اعجل، دي مهما كان حبيبتي. حبيبتي كانت. انت عمرك ما حبيتني في حياتك. ملعون ابو الحب، ملعون ابو اي واحدة ست يكون تمن حبها خيانة صديق. حسن تاخد كام وتطلق؟ انت كمان بتقول كام؟ انت طالق يا مدام، طالب بالتلاتة. اشربي حضرتك اللون، هتهدي وتروقي على طول. قولوا لهم يرفعوا الصورة دي لفوق شوية، بس بعد حضرتك ما تشربي اللون. مش عايزة اشرب حاجة. فداكي. انت وعدتني انك مش هترجع الا ومعاك حسن ومخسره كل حاجة، وعدتني انك هتوقفه قدامي هنا زليل يترجاني اني ارجع له وانا اللي ارفض واقوله لا. قدرت تعمل كده؟ هعمل. انا عايزة ده يحصل دلوقتي حالا. ده رفضني، حسن طلقني. معنى انه طلقني يعني رفضني ورسمي، وانا مش هنسى الحكايه دي ابدا. انا لازم اعذبه، اعذبه واذله. وانا اقول لك ازاي يا هاني؟ هتاخدي نفس الملف بتاع القضيه وتروح الرافض به الغندور وتقولي له ان حسن ابو سنه هو اللي بعتك. انا مش ساذجه عشان اعمل حاجه زي كده. حسن رفضني، رفض حبه عشان خاطر الصداقه. تخيل بقى لو رأفت عارف ان انا وحسن اتطلقنا، ايه اللي ممكن يعمله ساعتها؟ وهيعرف منين يا هانم؟ دول مقاطعين بعض وفي خلافات بيناتهم، ورأفت بيه انزه من النزاهه. لما يعرف ان حسن ابو سنه هو اللي بعتك بملف القضيه هيكشر عن انيابه ويتحول لكائن مفترس لحسن، ومش بعيد يقتله. صدقيني يا هانم، رأفت بيه هو اللي هياخد لك بطارك من حسن. وتخيلي معايا منظر حسن ابو سنه وهو راكع على رجليه قدام رأفت بيه الغندور وبيقول له انا ما عملتش، انا ما قلتش، سامحني. رأفت بيه هتاخد عزه النفس، يرفصه برجله يقول له قوم، انت خاين للامانه، قوم، مش عايز اشوف وشك هنا تاني. حسن يتجنن، يطلع مطوه من جيبه ويغز بيها رأفت بيه. خلاص بقت قضيه، وحسن ابو سنه ورا قضبان السجن. هم الاصدقاء ما يعملوا كده في بعضهم ابدا، ولا تبقى صداقه ازاي؟ بقول لك ايه يا ست هانم، سيبك من الكلام الفارغ ده واسمعيني. الزمن اللي احنا فيه دلوقتي مش زمن الحب والصداقه والتضحيه والكلام الفارغ ده. الزمن اللي احنا فيه زمن المصالح. ايوه، زمن اللي تغلبه العبه. صباح الخير. صباح النور يا فندم. انا دينار ابو سنه، حرم حسن ابو سنه. شفنا بعض قبل كده في المستشفى لما كانت نينا بتعمل العمليه. يا اهلا وسهلا. اهلا بيكي. اتفضلي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. حضرتك شكلك مستغرب، ايه ما كنتش عارف اني جايه؟ لا طبعا. غريبه قوي، مع ان حسن قال لي انه واخد ميعاد من حضرتك وانا جيت في ميعادي بالثانيه. اهلا وسهلا، اتفضلي. صباح الخير. صباح النور. منار رأفت الغندور، كلية العلوم وخليفة الدكتور عزيز في المستقبل، صح؟ صح، أنا منار في كلية العلوم، لكن خليفة الدكتور عزيز دي ولا في الأحلام. مفيش حاجة بعيدة عن ربنا. تفضلي حبيبتي في الصالون. تفضلي. يا أهلا وسهلا.
لو اقول لكم عن حكاوي حسن عن عيلة رأفت بيه مش هتصدقوني. على فكرة هو مش بيحبكم وبس، انتوا عنده حاجة كبيرة قوي. امال فين الأستاذ أحمد؟ أنا أسفة قوي، أنا عارفة إن حضرتك متضايق إن أستاذ أحمد بيشتغل مع حسن. عموما أنا ممكن أكلم حسن وأخليه ماشي من الشغل لو ده هيضايقك أو هيأثر على صداقتكم مع بعض. أمال فين الحاجة كبيرة؟ نينا في البلد وهتيجي إن شاء الله آخر النهار. يا أهلا وسهلا، حضرتك شرفتينا وأنستينا. تحت أمرك. بنتي عزيزة. نعم يا بنتي. عقبال ما طلع العصير من التلاجة اغسلي انت الفاكهة. حاضر. ولو لقيتي القعدة طولت شوية جارية على رمسيس، هاتي حاجة ساقعة. رمسيس؟ وهلحق أجي يا مدام؟ يا بت، يا بت عند عم رمسيس البواب يا بت. القضية دي معروضة عليا في المحكمة. بالظبط، وميعاد النظر فيها مش مهم الميعاد، بس مفيش في الأوراق أي حاجة تشير إلى إن القضية دي تخصك أو تخص شركتكم. هي القضية تبدو كأنها ما تخصناش، بس في الحقيقة هي تخصنا ومهمة جدا بالنسبة لنا، ومش مفروض إن احنا نظهر في الصورة بشكل رسمي. والمطلوب؟ تحكم بالأرض لصالح الشركة دي. رأفت دي، حسن قال لي ان حضرتك والدكتور عزيز بتحبوه قوي وممكن تدوله عينيكم لو طلبها، وانا واثقه انك هتعمل مستحيل عشان خاطر صداقتكم تدوم، الا ما كنتش انا اتجرأت وجيت لحد هنا. حسن بقى يبقى صاحبي ازاي لما يطلب مني اني اخون شرف مهنتي؟ لا ما تفهمش غلط، النوع ده من البيزنس كل حاجه بيكون لها تمن. انا مجهزه لك تشيك على بياض وباسمك الثلاثي، والرقم مش هنختلف. ما تتخطش، انا جايه لك لوحدي اهو. وعموما لو في اي حاجه كده ولا كده شاكك فيها ممكن تنده المدام تيجي تفتشني، ده لو حضرتك شاكك بنسبه 0.5% اني عامله لك كمين من اي نوع. حسن قال لك ان انا ممكن اوافق. اوف كورس، انتوا بيست فريندز، وقال لي ان 3 مليون ممكن يحلوا لك كل مشاكلك، يعني تجهز منار وتشتري شقه لاحمد وشاليه في الساحل الشمالي. حسن، حسن ابو سنه قالك ان انا ممكن اقبل ان انا احكم في قضيه لصالح متهم عشان دفع لي فلوس؟ يعني انا قاضي مرتشي؟ لا، مرتشي دي ما قالهاش خالص. امشي اطلع بره. بره! حسن لا يمكن يكون قال كده. بره! حسن، حسن صاحبي بعت الهانم ترشيني ب3 مليون جنيه. 3 ايه؟ ما تصدقهاش يا بابا، دي كدابة. عم حسن لا يمكن يعمل كده. اللي يتجرأ ويمد ايده عليا ممكن يعمل اي حاجة. اللي يبيع نفسه وقيمه ومبادئه، عاوز كل الناس تبيع، نسي ان في ناس زيي لا يمكن تتباع ابدا. لازم تتغدي بسيادة المستشار قبل ما يتعشى بيكي، ودي شكوى ضد رأفت الغندور بندعي فيها انه طلب من سيادتك رشوة. هقول لك تقدميها فين ومعاها الظرف ده اللي فيه المستندات الدالة على انه بيعرفك وانه مش فوق مستوى الشبهات. شوف بقى، انا مش هنفذ اي حاجة من اللي بتقول عليه، ولعلمك انا كنت متوقعه كل اللي حصل. انا مش فاهمه نحارب رأفت ليه واحنا قاصدين حسن؟ يا ست هانم، تنين بحكم صداقتهم مسكين في رجاب بعض، لو قدرنا نوجع واحد منهم هياخد التاني معاه وينزل. ورأفت اهانك اهانه شديده جاوي لما طردك، وده بقى طاره ولازم اخد لك طارق منه. لا بقى، ده حماسك ده مش عشان انت بتشتغل عندي، انت عايز تنتقم من الاثنين في السكه. بقول لك ايه يا ست هانم، انا مستعد استجيل من عندكم المحاماه كلها،
لو ما خدتش طارق من حسن ومن رأفت. يا عاطف فوق، السكة اللي انت ماشي فيها دي ملهاش رجوع، ولازم تدخليها معايا يا ست هاني. أرجوك أرجوك تقدم الأوراق دي من الصبح، أرجوك. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. رأفت بيه؟ أيوة. عبد الرحمن بيه عايز حضرتك ضروري. اتفضل. اقرا الشكوى دي يا سيادة المستشار. مش اللي مقدمة الشكوى دي مرات حسن أبو سنة صاحبك اللي حذرتك منه ومنها؟ سؤال محتاج لخبرة سعادتك. تفتكر هي اللي كاتبة الشكوى دي ولا واحد فاهم القانون كويس؟ بالقطع قانوني وصاحب وجهة نظر وفلسفة. مش هي دي الأوصاف اللي بتحب توصف بيها حسن أبو سنة صاحبك؟ رافض بيه جاوبني كصديق، إيه مدى علاقتك بالست دي غير إنها مرات صاحبك؟ مفيش أي حاجة، مفيش. الصور دي بتقول غير كده. الصور دي كلها ملفقة، مفيش غير دي، هي دي بس اللي صح. الصورة دي اتاخدت يوم فرح حسن وانا كنت حاضر، انا والدكتور عزيز. ما دي اكتر صورة بتثبت ان في علاقة بينك وبينها، وانك كنت بتتردد على اماكن بتقام فيها حفلات من النوع ده. عبد الرحمن دي، اتفضل حضرتك خد كل الاجراءات القانونية في الشكوى المقدمة ضدي لطلب رشوة، وأنا هدافع عن نفسي بكل قوتي لأن أنا متأكد إن أنا بريء. خلاص عبد الرحمن بيه، أنا هقدم استقالتي دلوقتي. ما ينفعش رافض بيه، أنت عندك رول جلسات النهاردة ولازم تنفذه. خلاص أنا هقدم استقالتي بعد الجلسة، وهتبقى آخر جلسة ليا في تاريخ القضايا. رفعت الجلسة. تفضلوا. عارفه مين السبب؟ مين يا رأفت؟ بروفيسور عزيز محفوظ سيلفوبلي. يا رأفت كلمني، رد علي، مين السبب في الاستقالة؟ رأفت الغندور دوكير. ومهما كان السبب في الاستقالة، احنا ما عندناش اي حاجة نستند عليها. حتى مكتب الاستاذ وهيب دوس المحامي فين وفين بقى، على بال ما يربي زبون من اول وجديد. ارحميني بقى. خلاص يا بابا استقلت. ايوه عزيز، وانت كمان وحشتني قوي. شفت يا عزيز، شفت حسن عمل فيا ايه؟ حسن اللي انت بتوصيني عليه طول الوقت. ايوه، بعتلي مراته تعرض عليا رشوة، تخيل. طبعا كرشتها، حرضها انها تكتب شكوى ضدي وتقول ان انا اللي طلبت منها الرشوة، وقدمت الصور اللي خدناها يوم فرحهم كدليل على العلاقة اللي بيننا، تخيل. أيوة يا عزيز. هات التلفون، هات التلفون. هات. ألو، أنا بديعة، أم رأفت بيه. أيوة يا دكتور عزيز، أنا عارفة كل. كتر خيرك، أنا هتصرف. اقفل حضرتك دلوقتي وأنا هتصرف. بالسلامة يا أخوي، ألف سلامة. إيه يا ابني اللي حصل؟ إيه يا حبيبي؟ حسن خني يا أمي. حبيبي يا أخوي. يا ما قلت لك حرص من صاحبك ولا تخونش. ما سمعتش كلامي، نسيت الفروق اللي بينكم. بس بقى خراسي خراسي بقى ما تزودهاش. بس يا رأفة، بس يا حبيبي. تعال يا ابني، عايز أقول لك حاجة مهمة قوي. أنت عارف يا رأفة إن جدي كان ضابط في جيش عرابي، وكمان كان صديق أحمد عرابي الروح بالروح. لما حصلت الخيانة، الإنجليز طلعوا إشاعة إن أحمد عرابي خان وسلم. الناس كلها خافت منه وبعدت عنه وقطعوه خالص، لكن جدي ما صدقش أبدا، ما
ما صدقش ان صاحبه يكون خاين وفضل جنبه ثابت كده زي الجبل وما هموش كلام الناس. الناس كلها قالوا لي ايه؟ ابعد عن عرابي، ابعد عن الشر وغنيله. لكن هو ما سمحش كلامه، بقى على لسانه كلمه واحده: عرابي صاحبي لا يمكن يخون. نهايه وفاتت السنين وجيت لي وانت يا حبيبي في الاعداديه فرحان ومعك كتاب المدرسه مكتوب فيه ان جدي كان من الرجال الابطال اللي قعدوا مع عرابي لاخر المشوار. تعرف ليه؟ عشان عرابي يا ابني ما كانش خاين ابدا. وايه العلاقه بين احمد عرابي وحسن ابو سنه؟ مفيش اي وجه للمقارنه. وبعدين معاكي يا بنتي افهمي، افهمي بقى، الصداقه لما تكون بين الرجاله بجد لازم تبقى كده. يا بنتي يا امي، قصدك ان حسن بريء؟ قصدي يا ابني انا قلته، واللي عايز يفهم يفهم. انا تعبت يا رأفت، تعبت افهمك بقى. انا هروح استريح في اوضتي، انا تعبانه. حبي حبي شويه. اخ يا ماما تعالي. بابا عاوز ايه؟ روح لعمو حسن وساله، مش يمكن يكون مظلوم زي ما تيتا قالت؟ انا ما يهمنيش مظلوم ولا مش مظلوم، انا كل اللي يهمني حاجه واحده، تروح دلوقتي تسحب الاستقاله وترجع شغلك. مش هسحب الاستقاله، ومحدش يجيب لي سيره الموضوع ده تاني ابدا، ولا سيره حسن، فاهمين؟ ابراهيم سمعني كويس. ابراهيم في كارثه حصلت، رافض اخوك استقال من القضاء. ليه؟ عشان خاطر اللي ما يتسماش حسن ابو سنه اللي كان فاهم انه صاحبه. ارجوك يا ابراهيم لو سمحت تروح الورش اللي في الدويقه بتاعت حسن ابو سنه وتقول لاحمد لازم يرجع. ايه يا استاذ رايح فين؟ عايز مين؟ انا المهندس ابراهيم الغندور، عم الاستاذ احمد رافض الغندور، وعايز اقابله. لا ده خرج في شغله ومش راجع لاخر النهار. طيب الاستاذ حسن ابو سنه موجود؟ لا الاستاذ حسن مش موجود، في مدام خليده النائب بتاعه، بس برضه مش هتقدر تقابلها قبل الاستراحه. اتفضل استريح. تشرب ايه؟ لا انا مش هشرب اي حاجه الا لما اقابل احمد. هتقابله لما يرجع، بس لازم تشرب حاجه وقول بسرعه، البريك ساعه فات منه ربع ساعه. خلاص اخد اي حاجه ساعه. بدوي امرين يا فندم. اتنين حاجه ساعه بسرعه. حاضر يا فندم. ممكن اعرف اللي كتبتيه ده ليه؟ دي طلبات اللي انا اخدتها، كتبتها قدام اسمي عشان اخر الاسبوع اتحاسب عليها وتتخصم من مرتبي. ده نظام عام ماشي على كل اللي بيشتغلوا هنا. طب افرضي ان في حد خد طلبات وما كتبش، الاداره هتعرف ازاي؟ على فكره ده ممكن النفس اماره بالسوء. يا باش مهندس ادي الناس الثقه ووفر لهم مستوى معقول من الحياه، لا هيكذبوا ولا هيسرقوا. تفتكري الافكار النظريه الجميله دي موجوده في الواقع؟ الواقع قدامك اهو. نفسي اجي زياره المشروع دوت وما اكونش متوتر. وانت متوتر ليك فالله الشر. مش عارفه اللي عمله الاستاذ حسن ابو سنه في اخويا سواء في شغله او في بيته. يا ريت اعرف. اول ما احمد يوصل هتعرفي كل حاجه. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احمد اخويا حبيبي. يا حبيبي يا ابني، يا حبيبي يا ابني. احمد اهو اول ما عرف ان انت استقلت ساب كل اللي في ايديه وجي على طول. انا مضطر امشي عشان عندي ميعاد مهم وهرجع لك بالليل. حسن عارف ان انا استقلت؟ بابا انا ما بشوفوش بقالي كام يوم. روح اقول له ان انا استقلت، وإن الاستقالة دي مش هتأثر فيا بأي حاجة. أنا ما بتكسرش بسهولة،
قول له بمجرد قبول استقالتي هستلم مكتب اكبر محامي في البلد، هو عارفه كويس، الاستاذ وهيب دوس محامي الله يرحمه. قول له كمان ان انا هقدم بلاغ في مراته انها جت بيتي هنا وقدمت لي رشوه بمنتهى الوقاحه. انا علاقتي بعم حسن مش قريبه قوي زي ما حضرتك فاهم، انا مجرد موظف عنده. خلاص روح للي اذاني واللي بعت لي مراته تقدم لي رشوه. انا لا يمكن احط ايدي في ايد اي مخلوق يأذي حضرتك مهما كنت بستفاد منه. شفت يا رأفت؟ شفت شهامه ابنك وجد عنده؟ الشهامه مش مجرد كلام وبس يا مدام، الشهامه فعل. امرني وانا انفذ حالا يا بابا. انت عصتني بمجرد ما اتجوزت ضد رغبتي ورحت اشتغلت مع حسن من ورايا. يبقى اتفضل روح مطرح ما جيت. في الظرف ده انا مكاني هنا في بيتي وجنب حضرتك. طول ما انت متجوز اللي اسمها شريفة دي وبتشتغل عند حسن ملكش مكان في بيتي. بابا انا ممكن اسيب الشغل عند عمو حسن حالا، لكن مراتي. اتفضل اطلع برا. رأفت ولا كلمة، اتفضل برا. أنا أبيع رأفت الغندور لدينار؟ دي أول ما اديتني الجوسيه وقالت لي ادي دار رأفت علشان يطلع أبويا براءة طلقتها؟ بس بابا ما يعرفش أي حاجة عن الحكاية دي ولا أنا اللي منك دلوقتي. يبقى نروح لرأفت ونقول له. تقول له إيه؟ تقول له ليه ظنيت في صاحبك الظن السيء ده؟ لو أعز أصدقائي يظن في الظن البطال ده يبقى أكيد في حاجة غلط في صداقتنا. بس بابا في مشكلة حقيقية، استقال من الشغل وهيشتغل محامي بسببك. ليه كده يا رأفت؟ ليه؟ روح أقول لأبوك يا ابني رغم حزني الشديد منه، لكن أنا مش هسيب دينار في حالها أبدا. إيه ده؟ رأفت الغندور مقدم فيا أنا بلاغ؟ بإيه؟ بإنك اقتحمت عليه بيته وعرضت عليه رشوة وطالبين حضرتك للتحقيق. أنا أحضر تحقيق؟ وده بلاغ تاني من حسن أبو سنة ضد حضرتك، بيتهمك فيه بالكذب لما ادعيت إنه كان وسيط بينك وبين رأفت بيه في موضوع الرشوة بدليل إنه طلقك قبلها. لا 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 لا. وإيه ده كمان؟ دعوة تشهير وقصف رافعها ضد حضرتك رأفت بيه. ولا يتعرض عليا الحاجات دي كلها ليه؟ مش مفروض ان المتخلف اللي اسمه عاطف رياض هو اللي يتصرف في الحاجات دي؟ ما بجاش عاطف رياض المجالات الدنيا وخليته مشحته، خصوصا اللي اسمه حسن ابو سنه ده. شفت يا استاذ الدعاوى المرفوعه عليا؟ ورتبت اموري مع راجل من رجالتنا جوه الضرايب هيحجزوا على كل مشاريع حسن ابو سنه، ومش بس كده هيلفقوا له قضيه تهرب ضريبي بكم مليون. وخدي عندك اللي جايه، اتفقت مع شويه من الاهالي اللي عندهم ولاد متسربين من المدارس وسنهم اقل من 12 سنه، وكان حسن مرضيش يشغلهم عشان ما يخالفش القانون. اتفقت مع الاهالي يدعوا ان حسن بيشغلهم بالمخالفه للقانون. لو خد عندك اللي جايه، عارفه المنظمات العالميه المهتمه بالطفل، انا هدخلها في الموضوع ده وتبقى قضيه راي عام عالمي. همسحك بأستيكة من على وش الدنيا يا حسن يا ابو سنة. فاكرين انهم ممكن يكسبوها بالجنون المظبوط لانهم ما عرفوش سكة الجنون مع واحد لابط زي والله وجوم ملعبي واهلا بالمعارك. وبكرة تشوف الجرايد هتكتبيه. جرايد المصرية وصلت؟ غريبة دي اول مرة تسأل عنها. عاوز اشوف اذا كان دوني وقفت الحملة اللي عملتها ضد حسن. لا ما وقفتش. اهي اتفضل الجرايد. اطلبي يا حالا في البيت في المكتب في العربية، عاوز اكلمها حالا. طيب اهدى اطلبها. الو باسي مو دوني سيلو بلاي.
Denis, attends une seconde, je te passe ton père. دوني الكلام الفارغ اللي في الجرائد لازم يوقف حالا. انا امرت عاطف رياض يسحب الشكوى اللي قدمتيها ضد رأفت. مش مشكلتك هيمنحها ازاي، انا اديت له التعليمات اللازمه. مش مشكلتك يتسجن ولا يتحرق حتى. دوني الشوشره اللي حصلت مش في مصلحه الشركات بتاعتنا في مصر. حسن شغيل حقيقي بس بيعرف يلم الناس اللي زيه حواليه، ورأفت معروف عنه نزاهته في الأوساط القضائية. أنا مش مستعد أعمل حرب في أرض مش بتاعتي، ده مش أسلوبي، ولازم تجيني حالا. يا ترى عاملين إيه دلوقتي يا رأفت أنت وحسن؟ ياه فات شهر أهو من غير ما أسأل عنكم. بس أنا سعيد سعيد جدا، البحث انتهى خلاص، ناقص إن أنا أرجع في أسرع وقت وأحملكم أمانته وأكيد هصلحكم على بعض. أنا مبسوطة إن ربنا أظهر الحق، مش هعطلك أكتر من كده، في زباين كتير بره، بس وعدني أول ما تفضى نقعد مع حسن، خصوصا بعد ما أظهر حسن نيته في الدفاع عن موقفك. حسن كان بيدافع عن نفسه، بيصفي حسابه مع دينار وبس. أنستي شرفتي. إيه ده يا رأفت؟ ده حق الصداقة اللي بينا؟ شوفي اطلبي مني أي حاجة وأنا مستعد أنفذها فورا. اطلبي مني إني أقفل المكتب ده، أمشي الزباين اللي بره، وأنا هعمل ده فورا. إلا الكلام عن اللي اسمه حسن ده. أنا عارفة إن الكلام ده من ورا قلبك، والدكتور عزيز هو كمان لما يوصل هيقول لك نفس الكلام. سلام. ايه يا حبيبي انت فين يا زيزو؟ دي خامس مرة انا بطلبك فيها ومش لاقيهاك. الله مشغول؟ مشغول يعني ايه؟ مستني مكالمة؟ زيزو اوعى تكون من واحدة ست. طيب ما تزعقش كده، انا كنت بطلبك بس عشان قسط الفيلا، عايزك تبعت لي فلوس. ايه حصلت يا عزيز؟ تقفل السكه في وشي. الو ايه يا فندم؟ انا عزيز مين؟ اهلا 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 اهلا، شرف بيه. الحمد لله على السلام. جيت امتى؟ الحمد لله على السلام. لا ابدا، ده المدام كانت بتكلمني من مصر. على فكره انا انجزت مهمتي خلاص، يعني دلوقتي انا جاهز. طيب يا ريت حضرتك تستريح النهارده من السفر ونتقابل بكره ان شاء الله. مين يا فندم؟ أبو أركان جه مع حضرتك؟ أهلا أهلا، الحمد لله على سلامته. ده كده يبقى كويس جدا. خبر الزين اللي سمعته فرحني وايد كتير كتير. الحين أبغي أعرف خطوات التنفيذ. أولا أبو أركان أنا هحتاج شوية طلبات تشتروها لي من باريس، وأنا الحاجات دي إن شاء الله هجمعها لما نبقى نرجع البلد تاني. هاي الطلبات تحتاج أسبوع لين يتم إشرائها، وان شاء الله يتم اشراف في سريه جديده. طيب ما دام هتاخدوا اسبوع اسمحوا لي انتهز الفرصه وانزل في اجازه قصيره القاهره 48 ساعه وارجع تاني. كويس، على الاقل ترتاح جهاتنا الامنيه من متابعه تحركاتك. يا اخي شو هالرفشه المخابراتيه اللي حواليك؟ الله ايه المساله؟ بدك نسيبك للمخابرات اياها لين تسرق بحثك بعد ما تقضي عليك؟ طيب عادي، على كل حال لو امكن احجزوا لي التذكرة عشان اسافر بكره على طول. امنين يا دكتور، افضل النهارده بس بشرط ما تتصلش لا بمراتك ولا باصدقائك، تخلي السفر سر. لا يا بابا ما تخافش، عزيز عارف اني هستلف منك. انا معايا دلوقتي 17,000 وناقصني 5، ممكن تجهزهم لي بكره؟ طيب
هبقى احكي لك المحل ان شاء الله بكره، وهتغدى معاك انا ولبنى. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحق يا مامي، بابي جه. حبيبتي حبيبتي عبد الله. السلام يا عزيز. هما استغنوا عنك بسرعه كده؟ هو انت ما تفكريش غير في الافكار الغريبه المريبه دي. طب بابا مع السلامه، انا متشكره قوي، هكلمك تاني. الحمد لله على سلامتك يا بابي، كنت وحشني وحشني قوي. انت اكتر يا حبيبه قلبي. طمنيني، رحت يعني مدرسه؟ في مدرسه هايله بس مصاريفها غاليه قوي. ولا يهمك مصاريف ايه، ما فيش اي حاجه في الدنيا تغلى على حبيبه قلبي لبنى. ازيك يا بشري؟ وحشتيني يا حبيبتي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا روحي. ان شاء الله بقى تكون عملت حساب الفلوس. اصل المقاول طالب مني دفعة قد كده عشان اساس الفيلا، وانا كنت لسه بطلب من بابا الحاج. قبل ما اسافر هسيب لك كل اللي معايا. ميرسي طمنتني. بس قول لي ايه اللي جابك فجأة كده؟ زيارة سريعة كده. طب تعالى بقى هوري لك الرسم بتاع الفيلا، هتحبها جدا جدا، هتموت فيها. لا يا مشريم مش هقدر اشوف حاجه دلوقتي، لان انا لازم اروح اقابل رأفت وحسن. اديني مفتاح العربيه من فضلك. هو انت جاي عشان تشوف اصحابك مش جاي عشاننا يعني؟ بشرية امشور ان هيجي وقت تفهميني فيه وتحسي بيا. بابا 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 اصحى اصحى اصحى، معلش اصحى اصحى. اوه انا مش قلت مش عايز حد يصحيني؟ واذا حد طلبني في التليفون انا مش موجود. اطلع بره يلا. لا مش طالع يا سي بابا. وبلاش رزاله بقى، اخرجي بره. تطلع بره ده ايه؟ ده في واحد صاحبك وحبيبك واقف على الباب بس مش عاوز يدخل الا باذنك. عارف اسمه ايه؟ الدكتور عزيز محفوظ. بتقولي مين؟ نزلني هنا لو سمحت. انزلك فين؟ هو ده معقول؟ ما هو انا لا يمكن اجتمع مع حسن ده في اي مكان. يا سيدي موضوع حسن ده مؤجل لما بعد. انا عايزكم دلوقتي انت وحسن ومحرز طنطاوي تكونوا شهود على شيء مهم جدا. الشنطه دي فيها اخر ما توصلت له من ابحاث، ودي هتبقى مسؤوليتكم وامانه في رقبتكم. ازاي بقى تخبوها انا ماليش علاقه، وازاي السر اللي فيها لا يذاع طول ما انا حي برضو انا ماليش علاقه. دي مسؤوليتكم انتوا الاثنين ومحرز معاكم. المهم ان الشنطه ديت لا يذاع عنها شيء، وانا على قيد الحياه. لكن لو لا قدر الله حصل شيء غير متوقع، كان اغتال مثلا، يبقى لكم تاخدوها وتوصلوها للمسؤولين في مصر. انا هديكوا اسم المسؤول وهسيب لكم رقم تليفونه وتوصلوها له. على كل حال الشنطه دي بتتقفل بطريقتين، ليها ارقام سريه هقولها لكم دلوقتي، وليها كمان مفتاح انا هسيبه مع بشرية. عزيز انا مش عاوز اتدخل في اسرار شغلك، بس في حاجه محيراني. مصر داخله في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وإزاي أنت عاوز تعمل أبحاثك دي وتكملها إزاي؟ لو أنت متصور إن أنا أبحاثي في طريق تصنيع سلاح نووي. طب يا عزيز لما أنت أبحاثك في الاتجاه السلمي لازمتها إيه الأسرار دي كلها؟ أسرار أسرار كل السنين دي أصدقاء، ولسه ما تعرفش عزيز محفوظ، ما تعرفش طبيعتي. يا عزيز الشغل حاجة والصداقة حاجة تانية. الإنسان ما بيتجزأش يا سعادة المستشار. صح يا حسن، الإنسان ما بيتجزأش. يا رأفت باشا، الإنسان الممتلئ إنسانية وحب لوطنه وولاد وطنه والأهل وأصدقائه لا يمكن يفكر في اختراع سلاح نووي مدمر. طب يا عزيز إذا كانت أبحاثك في اتجاه سلمي ليه الجواسيس دول كلهم بيطردوك؟ انا هحاول ابسط لك الامر. دلوقتي محاولات التصنيع في السلاح النووي منتشره جدا بين الدول، واخرها في باكستان.
ده حتى كمان في ناس بيشتغلوا تحت الارض في السر في محاوله لانتاج اسلحه نوويه. علشان كده انا فكرت في شيء مختلف يقينا في الاتجاه المعاكس، ان انا اوصل لميكانيزم يبطل مفعول السلاح النووي في موقعه في مكانه.